ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم محمد كوندو اوف جاريز مود. زي ما انتوا شايفين جيش عم رمضان منه تلاتة قاعدين، لا من 10 واحد قاعدين، والتلاتة زي ما انتوا شايفين واحد، التلاتة زي ما انتوا شايفين واقفين عشان يقولوا هم عاملوا ايه في الناس، واكل ورقص التلفاز يعرفين الملك اللي في اللعبة كلها اكلوا هو وجيشه. يا شباب ازاي اكلوا هو وجيشه؟ عشان تعرفوا اهم حاجة دوسوا اللايك والاشتراك في القناة واعملوا زر التنبيهات وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا بينا. جاهز يا عم؟ عملت تمام زي ما انتوا شايفين. قاعدين لي جيش عم رمضان. تحب تقول يا عم رمضان؟ ابو يا ابني اللي انا عملتش اي حاجة في الملك، هم انا هو صاحبنا ملك عم رمضان، هو اللي خرج بيهم وعامل فيهم اللي ما حصلش. فاكر ان انا هصدقك يعني؟ لا صدق ده الله يخليك، صدق يا راجل كبير، انت راجل كبير بذمتك، راجل كبير ياكل ناس، ياكل ناس راجل كبير، المفروض هو لسه شاب يعني، راجل كبير يكون نص. اعذرني يا ابني اعذرني. اعذرك منين بس؟ انت خلصت على حال العالم؟ انت مش شايف سكان الارض عفوا؟ بس مش شايفين يا شباب الحته فاضيه؟ مفضلش هو وجيشه هما اللي خلصوا على الاكل وخلصوا حاجه، والتيبي مان دوت كان هيموت بس انا لحقته. تحب تقول يا سادس التاني؟ والله ما كتبت في حاجة، والله نعم نعم والله ما كتبت في الجريمة حتى، والله والله ما كتبت في الجريمة، أنا راجل كبير وماشي في الصح. أنت ماشي في الصح؟ والله ماشي في الصح. أحب أقول لك حاجة واحدة، إن أنت أصلا انت اصلا اخبارك مش كويسة، حاطين على الجورنال بتاعتك القنبلة سي تي اي 4. يعني ايه؟ ولا انتهيت؟ انت انتهيت. خلصت الكلام؟ شفت في الاخر الناس كلهم يعني كل دول حضروا المحكمة يعني دول، بس اهم عم رامان طبعا كل دول اكلوا البلد، لسه في اكتر. فاكرين البلد ده كان فيها ناس كتير اوي؟ ده كان فيها 50 مليون كان في عارفة كان فيها شباب 6 مليار. ازاي دول خلصوا على 6 مليار؟ يعني الواحد بياكل 10، لا كتير، كله 40 واحد، يعني ليه خلصوا على 6 مليار واحد بس؟ النهاردة انا اعرف اول ما تلزعوا اللايك والاشتراك، انتوا زعتوهم والله العظيم هتعرفوا الحقيقة. ولكم كمان وهيخليني اعرف زيكم ايه السر، وعلى لماما لما انتوا تعملوا اللايك هيفرق معاه جدا، وعارفين هيعمل ايه؟ هيعترف اللي هو ممكن تكون القضية غلط وبسناء يا عيني، وهو راجل كبير وهو ممكن بجد صاحبه عامل كده، بس احنا لازم نعرف مع بعض، لازم نعرف مع بعض يعني. لازم. اوكي شايفين كل الأول خلصوا. كل جيش بيقول كده، بس دلوقتي هعمل مهاجمة ضده، مهاجمة المونكيز. مونكي ممكن ان انت عملت لايك اكتر هنعرف ازاي الجيش دوت اتصنع، ان هو اصلا كان واحد، ازاي بقى كتير جدي، ازاي بقى كتير جدا.
وازاي بقى بيستراب بعد كده؟ ده كان ايه؟ ده كان ملك، ده ملك عم رمضان الشباب. ازاي يقعد مستربع علينا كده؟ وبقى كده ازاي زي عم رمضان التاني؟ وعايزين نفهم السرور اللي جايلنا ديت. يلا نفتح كل رضا لايك. انا فهمت اللي عايز اعمل ايه اهو. اوكي go 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 Palestine Palestine go 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 Palestine I'm the blind go 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 Palestine I'm the blind go 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 Palestine underline. طبعا دلوقتي اللي انت عايز تعرف اسم اللعبة اسمها جاريز مود، اسمها في مود، اسمها جاريز مود يا شباب. ده اسمها. اقول لكم كمان اللعبة مساحتها بتاخد 4 جيجا يعني. هو مين كسر؟ خسر وخسر يعني. مين كسب وخسر؟ قولولي. علشان نظرة العين كويس، على نظرة العين الأسود، نظرة العين الأسود، نظرة العين هي الأسود. اه ليش عم رمضان كسب؟ ناحية الأسود، ناحية الأكود، ناحية الأسود، ناحية أول. آه يعني من زماني. آه يعني يلا يلا ميكروفون، أحب الميكروفون. آه آه يا حبيبي شعراوي، آه تعال يا حبيبي، اه يا شعراوي. اه دلوقتي يا شباب، دلوقتي احنا هنعمل كل حاجة اللي عمرو رمضان عشان يعترف. يلا يا شباب مش هيعترف خالص وهيبقى شكلنا وحش. هيك 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 هيك. دلوقتي عمرو رمضان كسب. شفت كل اللي طلع عينيك عرفني اهو، ادهو كسبني. عشان هو بيكذب. ايوه بيكذب بيكذب عشان انا ما موتوش. ايوه بيكذب ان هو اللي قتل صحابي وقتل الكاميرا صاحبك. نعم قتل الكاميرا صاحبي الملك الزعيم الكبير او اللي كان بيحمينا. ايوه عشان زعل اشتغل الموت احتلوا على السماعه. سمعت يا شباب ولا ايه بتقولوا؟ سمعت ولا ما سمعتوش؟ نزلني حالا الواد الراجل دوت. ده يكملك، ده هتهاجم نفس عدد عم رمضان نفس عدد ام التاني. لا انا هزودتي صوتني. يلا حاضر عشان اقوى مني يعني. دول قول صحتهم 500 900 1000 2000. ثري تو وان هات تعال. ازاي تضحك على الود وانت
ايش بتتسمى؟ استنى صبر اخد لي اضرب لهم صاروخ. يوم التلفاز كسبت او كسبت وريتك اللي ما يحصلش. هوب كنت هكسب. ابقى امضي على كده. وده صاروخ للمعلم بقشوني. العلم البقشونات واحد. فجرت نفسي. اوكي بيبي 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 ابا با با با. القوة الزمان ممكن اشيل. لا مش بطير يا عيني. طب ده هلهو العم رمضان دلوقتي هو وجيشه. اصحوا معايا كلاب. كلاب الحرس الله يرحم. الله يرحم اللي ماشي على رجلين ونص. الله يرحم. الله يرحم ماشي على النص ونص. انا كان المفروض مستخدمه على فكرة. الغاز خايف منك من الغاز مثل ما سوفك الغاز. ده انا عشر واحد انا شباب دلوقتي جاي. وانا دي حلقة اول نسيت اشوف بس. ده انا فطسكو دلوقتي يا جيش عم رمضان. فاكرين ان انا الكوماندو هسابكو. ده بقى اهو استنى المصغير. يا لهوي يا لهوي موفق من الجاز. من الجاز مين؟ يا لهوي. يا شباب هيطيروا. يا لهوي نحتكم. يعني من زماني. يعني من زماني. ماني الجوار. طب حد يلعب معايا كونغ فو؟ حد يلعب معايا بوم بوم؟ انا عايز اضرب من ضرب النار. ضرب النار اوعى ارحم النار. طب كده شو خلاص نحرق النار ده عشان كل الفيديو الجاي. وسلام.